مقتل رجل رميا بالرصاص على يد شقيقه في منطقة الأمينة الثانية. انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا خبر عن جريمة مروعة أخ يقتل أخيه. فلقد شهدت منطقة الأمينة الثانية شرقي بغداد جريمة مقتل أخ رميا بالرصاص على يد شقيقه إثر خلاف عائلي. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، وطلبوا رواد مواقع التواصل إيجاد حل للحد من هذه الجرائم العائلية التي كثرت في مجتمعنا، آخرها كان مقتل أب على يد ابنه. إذا مشاهدينا الكرام، لأجل معرفة تفاصيل هذه الحادثة والأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك وكثرة هكذا نوع من الجرائم في مجتمعنا، تنضم معنا عبر الهاتف المحامية شهد الجبوري. يا مساء الخير ويا مساء العافية. مساء النور حبيبي. بداية، ما هي تفاصيل هذه الحادثة حسب علمك؟ حسب معرفتنا بالموضوع اللي صار، انه هذا الحادث صار بالأمين، انه اخ يقتل اخيه. نعم. ما نعرف احنا تفاصيل شنو سبب القتل اللي صار، يعني نعم. بين الاخ واخوه، يعني مشاجرة السبب اللي ادت الى هذا الحادث. طيب. بس انه احنا بمجتمعنا هذا الشيء كثران. نعم. كثران بصورة مباشرة، يعني مو بس الاخ، الاب، الاخت، الغريب، الجار، يعني هاي الصورة، يعني الصورة مباشرة كثرانة بشكل مو طبيعي. نعم. طيب ذكرت حضرتك انه في الفترة الأخيرة كثرت هكذا نوع من الجرائم في المجتمع العراقي. طيب ممكن اليوم انه الأب يقتل أبوه وأيضا الأم تقتل أطفالها، يعني باعتقادك انه شنو السبب، أو ممكن تفسرين ذلك؟ واي أكثر الحوادث اللي انت قاعدة تصير، انت إذا تنتبهين، تكون خلافات عائلية. نعم. ما بيها نضج، بيها إهمال، إهمال يعني بشكل مباشر بين عائلة، تفكك بين عائلتين يكون. طيب. السبب هذه هي لأنه عدم التربية وكثرة التعاطي مع المخدرات وهذه الأشياء اللي تؤدي إلى هذه الأمور. طيب. يعني أكثريتهم إذا ننتبه بهذا المقصود إنه يشوفوا أم يدون بدون وعي. نعم. بدون وعي، يعني أكثريتهم يتعاطون، أكثريتهم يتبعون الأمور تزيد في حياتهم، ما عندهم شخص ينصحهم، مبتعدين عن الدين، مبتعدين عن الحياة. لهذا السبب انه عندهم هاي الجرائم موضوع كلش طبيعي. طيب ذكرتي حضرتك انه ممكن من احدى الاسباب هي التفكك العائلي او الاسري، ممكن انه اليوم عامل انتشار المخدرات له دور كبير ايضا في ذلك؟ طبعي اليوم العائله اللي تحافظ على بيتهم او تحافظ على ابنهم ويراقبوهم ويشوفون شنو الاشياء السلبيه اللي قاعد يصير، شنو الخلل اللي قاعد يصير، او مثلا اكو مثلا خلل لابد ان اليوم احنا نلاحظ. مثلا انا اليوم اخوي يجي للبيت، نعم، وضعه مو طبيعي، ابوي يجي اليوم للبيت وضعه مو طبيعي، تصرفاته، كلامه، بعض يسكتون، يسووا روحهم ما منتبهين، او يعرفون يمشون لمجموعه شباب او مجموعه، نعم، مثلا اشخاص سلبيين التربيه ياثرون عليهم. هنا دور العائله لازم تنصح، حتى لو انا اليوم اروح اتكى على ابني او على زوجي في سبيل انه اني ما اخليه يوقع بمشكله كلش كبيره. نعم. نقدر احنا بعض مثلا بعض الاحيان نعرف هيك حادثه او اشد انه هذا الشخص مثلا يتعاطى، او هذا الشخص يشوي اشخاص مجرمين، او مثلا عندهم موضوع الشرب او التعاطي. طيب. او مثلا الجرائم اللي قاعده تصير، اني اقدر اروح للجهات المختصه على مود اني انه اوقف وياهم او ما يوقعون البلوه. هنا الاهل شو يسوون؟ يسكتون، يسكتون. نعم. ما يعرفون، يعني كان اللي يفهمون الموضوع يفهمون اولادهم. نعم. لهذا طيب. السبب انه قاعد يصير تفكك، وسبب التفكك كيف هم الاهل يوم من البدايه اكو رعايه ورقابه لهم، احنا هوان من العوائل انه ما نوصل لهي المرحله. نعم. طيب عدم يخافون، حدث يخاف على يخاف مثلا يخاف على زوجها اذا نعم. مثلا يتعاطى، او ابنها انه تروح تخبر الجهات المختصه. نعم. بس بعدين انه يصير الجريمه ويوقع بذلك الجريمه حتكون عليه جريمتين. نعم. طيب هذه من احدى الاسباب ايضا اللي ذكرتيها. طيب اليوم عدم المتابعه من قبل الاباء وايضا الامهات لاولادهم، ممكن انه يكون هذا السبب او هذه الطريقه هي غير صحيحه؟ اكيد غير صحيحه، اكيد. يعني هي وعي، ترى اكثر سبب الدمار للاولاد هو الاب والام. طيب. اليوم الاب والام لو محافظين على عائلتهم ومراقبينهم بصوره صحيحه، وعلى فكره اكثر الضغوطات اللي تصير مثلا مرات حدث يريد
انه يعني ما يخليه يوقع بالخطأ، طيب. ما يخليه يطب، ما يخليه يطلع، ما يخليه مثلا عنده اصدقاء او ما عنده صديقات. نعم. هاي الامور الضغوطات تؤدي الى مثلا يقومون يتصرفون تصرفات همجيه بحيث يريدون كل شيء يسوون. نعم. ما يراعوهم مثلا اليوم مثلا هذا الشيء ايجابي، هذا الشيء سلبي، هذا الشيء يصير، هذا ما يصير. اكو عائله تمنعهم هيك تقيدهم الى بشكل نعم. مباشر بحيث يعني تقيدهم، واكو عائله تعوقهم تهملهم، تهملهم الاهمال والضغوطات اللي تؤدي لحدوث هاي الحوادث. طيب. نعم. طيب اذا نصيحه من حضرتك الى الاباء حتى يحافظون ايضا او يقللون الضغط على اولادهم. والله يعني انا نصيحتي اليوم اذا للبنات او الولد انه يعني اتمنى من كل شخص يتابع ويشوف انه يكون صديق واب او ام يعني لاولادهم. ليش؟ يعني هنا اليوم الام اذا صارت صديقه او الاب صار صديق، صدقيني نسبه 50% يتخطون هاي المشاكل. جيد. نعم. مرات احنا ما نقول مثلا الطفل الاباء، مرات الشخص يكون عنده اضطرابات نفسيه، يعني هو عنده خلل، بس انا اليوم من اجي اراقبه وابقى ورا وبس ما اضغط عليه. نعم. اراقبه بصوره مباشره سليمه بحيث ما اخليه انه هذا الشخص يتاذي، لانه هو مهما يكون يعني ظنايا ابني حيكون او بنتي. نعم. فانا اكون له صديقه او صديق على مود اكثر اولادي، لان دائما اقرب شخص للاولاد هو الاب والام. بالفعل. مع الاسف قليل بمجتمعنا، قليل انه يعيشون فقط بمشاكلهم وحياتهم وعايشين اولادهم، وبالاخير يجون انه ها والله انحكم، او ها مثلا والله سوى هذا الشيء خطا، لان مسوي مجموعه مو زينه، ما يقولون التقصير من عندنا، احنا همناهم. نعم. طيب ممكن احنا تكلمنا عن دور العائله، خلينا نتكلم ايضا عن الجهات المعنيه للقيام، او ماذا يجب على الجهات المعنيه للقيام به للحد من هذه الظاهره او انتشار هكذا نوع من الجرائم. صح، هم الجهات المختصه المكافحه الجرائم والامن الداخلي، المحاكم العسكريه او الدفاع او وزاره الداخليه، كلهم يعني هم الكل اللي قاعد يحاسبون ويدققون على هذه الامور اللي قاعده تصير، وما قاعد يعني قاعد انه يقول عن اي شخص. نعم. وحتى احكامهم قاعد تكون كلش يعني مثلا الحكم قاعد يكون مضحك، يعني على مود يقللون من هاي الحاله، يعني شنو بيجيهم اللي يريدون يسوونه؟ اذا يعني اليوم اذا كثرت هذه المشاكل، كثرت الجرائم، كثرت التعاطي، كثرت تجار المخدرات، انت اليوم انت احنا اذا نرجع نشوف الاكثريه هسه التجار اللي هم عندهم محلات وعندهم يعني بيجات قوية، هم أكثريتهم أصلاً هم تجار مخدرات. نعم. هم أكثريتهم، إحنا لا نرجع نحقق هم يكون أكثر مخدرات. نعم. ومين بعدين الشخص اللي بحكم ها هذا الشخص متعاطي، هذا الشخص مثلاً هو يبيع يروج، بس إحنا إذا رجع ننقذ البلد بصورة صحيحة أجنبي عن أشخاص الكبار، هم نعم. أشخاص اللي عندهم قدرة اللي يدخلون المادة للبلد. نعم. طيب رسالة توجهيها حضرتك إلى المجتمع العراقي بصورة عامة. عن شنو بالضبط؟ عن هذه الأمور، عن انتشار مخدرات وأيضا ضغوطات العوائل العراقية في البيت على أولادهم. أنا اليوم يعني أنصح كل شخص نعم. يتابع ويشوف إنه المخدرات او الشرب او الجرائم هي سبب دمارك، من انت اليوم عايش طير حر. طيب. بس من تكون باربع حياتي راح تعرف شنو معنى ان تكون انت، يعني احنا نسميها انا صراحه اسميها انزل. طيب. انزل، لان هو حيكون بين اربع حياتي، راح ينحرم من الاشخاص اللي يحبهم، عن حياته. نعم. عن تطوره، عن كل شيء، يعني حتى اليوم انت اذا عايش في اهل مثلا مو زينين، او مثلا انت حياتك مو شوب، انت تقدر انت بنفسك تطورها وتشتغل وتسعى وصار عندك اولاد او صار عندك اولاد وصار عندك عائله، تبنون مستقبلكم بايدكم. حتى اذا كانوا اهلكم ناس سلبيين لا تستمرون وياهم، لا تعيشون وياهم، حاولوا تطورون نفسكم، خلاص اطلعوا عيشوا حياتكم بالصوره الصحيحه،
اليوم انت ابوك او امك يقول بدك انت تتعاطى او انت اصلا اليوم تتعاطى اذا كانت ابني او ولد، روحي تعالجي، طلبي انه انت تتعالجين. طيب. يعني الجهات المختصه بهذا الشيء ما قاعد يقصرون. نعم. بالعكس الاف الاف عاجوا من هاي الاشخاص. نعم. فحرامات تخسرون مستقبلكم وحياتكم اللي انت تقدرون تفرجوها بايدكم. نعم. تقدرون تظلموها بايدكم. المحامية شهد الجبوري، شكرا حضرتك. حبيبتي شكرا لبرنامجكم الحلو. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام نستمر وياكم بعد الفاصل.